اليوم مع دكتور عماد ميزاب خاصة بالوصفات الطبيعية للاعتناء بجمال الشعر والبشرة. مرحبا بكم باش تواصلوا معنا. الرقم المباشر مفتوح لكم 05 22 77 24 24. دائما على راديو أصوات. دكتور عماد السلام عليكم. وعليكم السلام اختي لمياء، تحية طيبة، صباح الخير عليك وعلى جميع الأخوات كي نورونا. ونتمنى إن شاء الله هذا النهار هذا يكون زوين جميع الأيام إن شاء الله. يا دكتور عماد ممكن تواصلوا معنا وتبعتوا لنا بكل أسئلة ديالكم أيضا عبر صفحة ديالي على إنستغرام لمياء المساوي أوفيسيال LAMI2ELMOU2SAOUI أوفيسيال، وتبعتوا لي بكل أسئلة ديالكم للدكتور عماد ميزاب. غادي نمشيو دابا ناخذوا حسناء معنا من حد سوالم. السلام عليكم. سلام اختي لمياء، كيداير لاباس؟ حسنا لاباس عليك الحمد لله. مبروك عواشرك. الله يبارك فيك لالا، تفضلي. نسول اختي الدكتور عماد. مرحبا. السؤالات. مرحبا، تحية طيبة. بارك الله فيك اخويا، كيداير لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير. عندي الوالدة شوية. الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. انت صافي نسولك، عندي التليفون جاي. اييه. وعندي دابا أي حاجة كبيرة كتضرني المعدة ونكون طران. والمشكل ديال الجهاز الهضمي. اي حاجه كليتها كتبدا تطلع لي الكوشه وتطلع لي الماكله من المعده حاشاك اخويا. واخا، بالنسبه للمشكل ديال الكلف في الوجه فغندير واحد الوصفه بسيطه. غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الغسول مدقوق ومغربل. غادي ناخذ معلقه صغيره غسول اللي كنديروا الشعر مدقوق يتدق مزيان ويتغربل، غناخذ منه معلقه صغيره. وغادي ناخذ معلقه صغيره ديال الدقيق ديال القمح الكامل وجوج معلقه كبار ديال الحليب سخون. نخلطوا هاد المكونات كاملين، نديروهم كماسك على البشره ديالنا والرقبه، نخليوه نص ساعه ومن بعد كنغسلوه. هاد الماسك هذا كنديروه ثلاثه ديال المرات في الاسبوع وكنداوموا عليه. مشكل ديال الجهاز الهضمي فما كاينش محسن من الوصفه اللي كنعطيو دائما للجهاز الهضمي، اللي غناخذوا فيها جوج معلقه كبار ديال الخروب مطحون، جوج معلقه كبار ديال النبق مطحون، معلقه كبيره ديال النافع مطحون. غادي نغربلوهم في الغربه الرقيق حتى يتغربلو مزيان، وكناخذوا معلقه صغيره من هذا الخليط هذا كنديروه في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، كنصفيوه كنشربوه على الريق كل صباح وكنداوموا عليه، فهو كيعاون الجهاز الهضمي ديالنا باش كيرجع الحيويه ديالو. طيب، شكرا لك دكتور عماد على هذه الوصفه. غادي ناخذوا بشرى معنا من الدار البيضاء من بعد سناء من مراكش. بشرى السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك على اصوات. الله يبارك فيك. السلام عليكم دكتور عماد. وعليكم السلام، تحيه طيبه. الله يبارك فيك اختي. مرحبا. الحمد لله الحمد لله. دكتور عماد الله يخليك، انا عندي الجرثومه. أيه. وعرفتها مؤخرا والطبيبه ديالي مازال ما عطاتني عليها والو. ديجا خدات الدواء ديال البروتوكول. ماما خدات واحد السيده من العائله وينون با سي توقي. وانا باسكو واخده بزاف ديال الدوايات داك الشيء، كنت لقيت واحد الوصفه ديال بيبيه يعني فوالا دي بلانت فيها خل التفاح وفيها سكين جبير الماء وفيها زيت عود. يعني عبر في كل وقت ناخذ حاجه. دونك انا بغيت نستشر معاك واش ناخذ هذا الشيء ماشي مشكل. عاد والخرقوم دكتور عماد، الخرقوم كنت عطيتي الوصفه ديال الخرقوم مع زيت العود. نعم. بغيت نستشر معاك الله يخليك. الخرقوم ممكن اعطيناه مع الماء ماشي مع زيت العود. واش للشرب ولا للدهن؟ لا للشرب. للشرب فاعطينا مع الماء ماشي زيت العود اختي. مع الماء واخا. المهم ماما عندها حيت ماما راه كل اي حاجه بغيت نديرها تقول لي خير تشوفي دكتور عماد عاد ديري الحاجه. مرحبا اختي. ما تنساش ديري الحاجه قبل ما تشوفي دكتور عماد. الله يطولنا في عمر المهمه ويخليها لك ان شاء الله. والله الا عرفتي راه دايره واحد الكتاب ديالك دايره دكتور عماد. ماشي كل نسيك في الماء تقولوا في شي جلسه كتقولوا لها شنو قال الدكتور عماد. ربي يخليها ويطول في عمرها ويطول في عمر المهمات كاملين ان شاء الله. السلام عليك، بزاف سلام خاص. يسلموا عليها الخير ان شاء الله والربح وتسلم عليها الجنه ان شاء الله. بالنسبه اختي الخل التفاح وسكين جبير فهادو جوج ديال الحوايج اللي اشنو هما كيغديو لينا الجرثومه، لان الجرثومه او اي نوع من البكتيريات وخاصه البكتيريات اللي كيكونوا كيتسموا انايروبيك، يعني ما كيتنفسوش ما كيشموش الهواء، انهم كيعيشوا في واحد المنطقه، يعيشوا في واحد البلاصه اللي ما يكونش فيها الهواء كيتكاثروا فيها، وهادو هما اخطر
الميكروبات اللي يعني في عالم الميكروبيولوجي يعني عالم الميكروبات والفيروسات كيكونوا خطيرين. فهذا النوع هذا ديال الميكروبات شنو كيعجبو؟ كتعجبو الحاجة الحامضة، كتعجبو الحاجة الحلوة بزاف. إذن جوج ديال الحوايج كيتغذى عليهم وكيزيد يتكاثر. فإلا عطينا مثلا الخل التفاح فهو فيه واحد النوع ديال الحموضة، وهنا كيقدر يعاون الجرثومة باش كتقوى. إلا قلنا سكينجبير فاحنا كنعرفو، زائد أن سكينجبير ولا الحامض هما مواد اللي كيرفعوا لينا من درجة الحموضة، يعني كيرفعوا لينا من درجة إفراز هذاك الأسيد، هذاك الحمض اللي كيكون عندنا في المعدة ديالنا، فكيزيد من الإفرازات ديالو، إذن كيولي كيتفرز أكثر من القياس. فالإنسان عنده الجرثومة كنعرفو الحرق شنو هو، الإنسان اللي كيكون عنده الجرثومة الله يشافي الجميع، وكتزيد عليه هذا الأسيد هذا اللي كيتفرز أكثر من القياس ديالو. ف إلا بقينا مطولين في هذه الأمور هذه كيمكن لا قدر الله أن نوصلوا شي حاجة اللي صعيبة اللي هي قرحة المعدة، ومن بعد كيمكن تتطور في أمور التي لا يحمد عقبها. فأول حاجة في البروتوكول ديال العلاج ديال الجرثومة ضروري ما كيخصنا واحد الدواء كيعطينا الطبيب اللي هو داك البونسمون غاستريك أو داك النوع ديال الفانيد اللي كيتشرب ديال المعدة. بزاف ديال الناس ما كيردولوش البال، وبزاف ديال الناس كيقولوا ما كياخدوش، ولا كاع ملي كيشريو كيخليو كياخذوا واحد جوج ولا ثلاثه د النوبات كتكون المعده مزيانه ما كتضررش وما كيشربوش. ولكن راه المده اللي كتطول في اننا كناخذوا هاد العلاج هذا، هنا المعده ديالنا كتولي كتضرر، وهنا ملي كنفوتوا فيه المده كنولي كيخص اننا نكونوا كنا كنشربوا هذاك الدواء اللي كيعطينا حمايه المعده ديالنا. فناخذوا داك الدواء اللي كيعطينا حمايه للمعده ديالنا، فهم انواع كثيره كل طبيب وشنو كيكتب. الطبيعه فالطبيعه دائما نحاولوا نعطيو شي حاجه اللي كتهمد، شي حاجه اللي كتكون مضاده للحموضه، وشي حاجه اللي غادي تكون كتعطينا واحد النوع ديال كما كنقولوا حنايا واحد الماده مطاطيه، واحد السيليكون. وهاد السيليكون هذا اللي هو علاش انا دائما ملي كنعطي الوصفه ديال المعده كنعطيو فيها الخروب وكنعطيو فيها النبك، لان علاش لو نير بران لي هو النبك فيه ماده دايره بحال السيليكون، والخروب كذلك علاش فيه واحد السيليكات اللي هي هاد الماده هذه. فهنا الناس اللي عندهم جرثومه ديال المعده ديروا واحد الوصفه بسيطه، ندخلوا الخروب والنبك. اذا غنديروا جوج معالق كبار ديال الخروب مطحون، وغادي نديروا ثلاثه المعالق كبار ديال النبك مطحون، وباش نهمدوا داك الحريق نديروا شي حاجه اللي كتهمد لينا الحريق، غنزيدوا عليهم معلقه كبيره ديال مرد الدوش. اذا معلقه كبيره ديال مرد الدوش يابسه، نزيدوا عليها ثلاثه معالق كبار ديال النبق مطحون وجوج معالق كبار ديال الخروب مطحون. خلطوا هادشي كامل، نغربلوه في الغربه الرقيق حتى تعطينا واحد البودره رهيفه. نوليو ناخذوا معلقه صغيره من هاد البودره ونديروها في كاس صغير ديال الماء المغلى حتى تطلق، نصفيوها ونوليو نشربوها في الليل، ما نشربوهاش في الصباح، نشربوها في الليل ونداوموا عليها دائما، فهي ان شاء الله غادي تعطيك فائده مع العلاج والبروتوكول اللي غادي يعطيك الطبيب ان شاء الله. وتحيه للام ديالك، غادي ناخذ سناء من مراكش. السلام عليكم. السلام عليكم سناء، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ طيبه كيفك اختي؟ لاباس الحمد لله. عافاك. عندي جوج اسئله للدكتور عماد الله يرحمه ليك. مرحبا. السؤال الاول، انا ما حيت المره على شهر هذا وبغيت نعرف اش يمكن لي ان نقص هذا العيد اللحم او لا لا. والسؤال قطع وجاوبني في الراديو حنا غير قطع ليا. والسؤال الثاني، عافاك عندي نقص البنيه في اليديه باش غادي نشوف الصفه الطبيعيه تكون زينه. الله يرحمك الوالدين الدكتور عيما، باش تكون مساهم بزاف ومبارك الحوايج لكم. مرحبا سناء، يعطيكم راكم عزاز وغاليين. الله يكبر بيك. قطعي الخط ديالك سناء وسمعي لنا في الراديو باش هكذا دكتور عماد يعطيك الوصفات وتقيديهم مزيان. طيب الناس اللي عاد حيدوا المراره، دابا حنا في العيد الكبير، واش ياكلوا اللحم او لا ما ياكلوش اللحوم دكتور؟ نعم. عماد، فهذه مساله كتبقى متعلقه بالطبيب اللي كيكون كيعالجهم، وفي الغالب راه هي كتمنع. علاش؟ لان كتكون يلاه الفتره قليله، والمراره ملي كتحيد كيخصنا نحبسوا الدسم واحد المده طويله، يعني باش نحافظوا على الفتحه اللي باقيه عاد جديده. فمن الاحسن تشوف مع الطبيب ديالها. بالنسبه للكلف او النقط البنيه اللي كتكون في الوجه، فنحاولوا نديروا زيت السلميه كزيت اللي غنديروها سيروم كل ليله، كنديروا بها مساج وكل ليله يعني نمصيوها ونباتوا بها ونداوموا عليها، وان شاء الله غادي تعطينا نتيجه ان شاء الله. امينه معنا من مشرع بن القصيري. السلام عليكم. وعليكم السلام سناء سعيد. مرحبا معك لمياء المساوي. امينه سناء في عطله. سمحي لي. مرحبا. مبروكه. الله يبارك فيك لاله. واحد السؤال الدكتور عماد الله يخليك. مرحبا.
دكتور عماد عواشر مبروكه علينا وعليك بالصحه والعافيه. وانا فرحانه باش لي الخط معك وبغيت حتى انا ناخذ سؤال بحالي بحال النساء. مرحبا بكل فرح. انا دكتور عماد عندي بشره دهنيه وما صافي كتبقى تحرق لي بزاف وعندي كلف بزاف في الوجه ديالي. واخا كدير البوماده ديال الشمس واخا كنديرها ما كتعطيني حتى شي مفعول. واخا لا ولكن واش كديري الوقايه ديال الشمس؟ كنديرها مره 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 ما كنداومهاش. ولكن خصك تداومي عليها بعدا اولا لان المشكل ديال الشمس او الاشعه. نعم. فوق البنفسجيه كتعطينا المشكل. نعم. سمعتيني؟ وكيخص ضروري من الحمايه ضد اشعه الشمس لان كل ما حميتيش البشره ديالك ضد اشعه الشمس كل ما الكلف كيتزاد وكل ما هذوك البقع كتبان. واخا ذلك ما كيحيدش ليا انا ما كيحيدش ليا في خطره من الوجه ديالي واخا درت كريمات ودرت سكريات كيضل ليا ما حيدش ليا. واخا اش مواصفات درتي شي وصفات طبيعيه؟ درتهم وما زاد ليش النتيجه. واخا شنو درتي في وصفات طبيعيه نتقاسموا معك شي وصفه؟ درت زعفران مدقوق ودرت زيت ارغان ورسل. ايوا اها اها وما بانت لي حتى شي نتيجه. واخا وزيت ارغان وهذه الوصفه هذه زعما لان اصلا زيت ارغان هي من المواد اللي كتصفر يعني اللي كتغير اللون ديال البشره او كتسمر. فزيت ارغان اظن الوصفه كانت هي ديري معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون مغربل وثلاثه معالق كبار ديال العسل وغديري معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. هذه هي الوصفه. زيت اللوز الحلو صافي من عقد ديال العسل وديال الخرقوم بلدي. اذا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي ثلاثه المعالق الكبار ديال العسل الحور ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو تخلطيهم وديريهم. نعم. ماسك على البشره ديالك والرقبه تخليهم نص ساعه ومن بعد كتغسليهم غديريها جوج المرات في الاسبوع تبقاي مداومه عليهم ان شاء الله غادي تعطيك نتيجه. وضروري غير بالماء عادي. نعم اختي. ما كاينش شي صابون ولا شي حاجه غير الماء. تغسلي وجهك كما كتغسليه باي حاجه كتغسليها يعني صابون اللي عندك كتغسلي به البشره ديالك وتنظفيها من هذاك الماسك وان شاء الله الامور غتكون بخير. ان شاء الله غادي نوصلوا معك دكتور عماد نظام من بعد هذا الفاصل دائما على راديو اصوات وبرنامج حديث مغسل. دائما نواصل معكم على راديو اصوات ومباشره برنامج حديث مغسل. مازال معنا دكتور عماد ميزاب غادي ناخذوا مالك من مكناس. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام مليكة. عواشرك مبروكة سي درسو لاباس. الله يبارك فيك شكرا على تواصلك معنا. الله يرحم الوالدين. بغيت غير نسول الدكتور الله يجازيك بالخير عندي جفاف العينين. أييه. وتنبغي ندير شي حاجة لوجهي وتنخاف. نخاف ندير له شي حاجة مثلا غير إيكخون توتال ولا شي حاجة. لا الشمس وتنخاف لا يضرني في عيني. لا هو كاين لي زيكرون اللي كيصلحوا البشره اللي كتكون جد حساسه وكاين لي زيكرون اللي ما كيكونش فيهم البارفان يعني الريحه. فكاين انواع ديال لي زيكرون اللي كيصلحوا لهذا النوع ديال البشره. خصك تشوفي مع الصيدلاني ولا الصيدلانيه اللي حداك ولا مع طبيب ديال الجلد اللي كيتبع معاك. فكاين لي زيكرون اللي كيصلحوا لهذه الحاله ديال البشرات. وهذا جفاف العين. جفاف العين شنو من الداخل انك وكديري شي تقطيره على حساب داك الدموع الصناعيه. اذا قطع على الخط. نعم. فكاين بعض الحالات هذه اللي كتكون هكا فيها جفاف العين ولا كتكون سبب ديال الحساسيه. ولكن كاينين مواد اللي كتستعمل لجميع الانواع ديال البشره. فكما قلنا تشوف مع الصيدلاني ولا الصيدلانيه اللي حداها. هي رجعت معنا مليكه. نعم. مليكه السلام عليكم. راني معاك. وي اختي مليكه. وي كدير عندك الجفاف ديال العين يعني كديري شي تقطيره كديري شي دموع اصطناعيه باش كترطب لك العين ديالك. اييه سيدي. اييه. وهاد جفاف العين شنو السبب ديالو حساسيه؟ ما عرفتش السبب ولكن ما عرفتش. المهم مشيت عند الطبيب قال لي عندك جفاف ديال العين خرج لي واحد التقطيره. قال لك ديريها دائما على طول الحياه. نعم. فشوف جفاف العين هذه اللي النوع ديال التقطيره هو كاين كنعرفوا ان الترطيب ديال العين ديالنا ان الله سبحانه وتعالى عطينا واحد الدموع اللي هي كترطب لينا العين وكتحافظ عليها باش انها ما تجرحش بحال شي عدسه بحال النضاضر. فالنضاضر الا كنا النضاضر الا كانوا عندنا مثلا كل ساعه ما كيكونوش مرطبين مثلا ولا كتكون كتقيسهم شي حاجه حرشه كتشرطهم. فداك التشرط حنا ربي عطينا الدموع باش كتحمينا من داك التشرط ديال العين. في حاله ما اذا الدموع هادو كينقصوا كنوليو كيتعطى واحد النوع من الدموع الاصطناعيه اللي كيقطرها الانسان وكتحل محل هاد الدموع هادي اللي ما كايناش. فهادي انك ديري ايكرون كاين لي زيكرون اللي ما فيهمش الرائحه. في المواد الطبيعيه شنو ممكن يعاونك؟ فكاين زيت اللوز الحلو يمكن لك ديريها كل ليله دهنيها على البشره ديالك.
باش ترطبيها وترجع لها الحيويه ديالها، ولا زيت البابونج اللي فيه الكامازولين اللي هي كهضرنا عليها مرات كثيره، اللي هي ماده من المواد اللي كتكون مضاده للحساسيه، فخلفي بيناتهم وان شاء الله الامور غتكون بخير. بغيتي تستعملي شي اكران خاص بالبشره ديالك فكما قلت لك استشري مع الناس اللي في الصيدليه او طبيب ديال الجلد والامور غتكون بخير ان شاء الله. المهم شي حاجه طبيعيه قلتي لي زيت اللوز الحلو ولا زيت البابونج طيب ديرو ماي في الليل ديرو ماي في الليل دهنيهم كمساج سيروم الوجه خفيف ودهنيهم في الليل. شكرا مالكة. غادي ناخذ سؤال ديال عزيزه من سطات من بعدها سعيد من دار البيضاء. عزيزه السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخبارك لاله؟ لاباس الحمد لله. اش اخبار الدكتور عماد؟ الو لاباس عليك الحمد دكتور لله. الله يبارك فيك. كاع لاباس عليكم عواش مبروكة علينا وعليك بالصحة والعافية. داك اخويا انا مراتي اللي هي الاحبال الصوتية بغيتك لك كاين شي وصفة تعاوني بها. الحبال الصوتية الله يشفيك. الحبال الصوتية فوقاش عندك هذا المشكل هذا؟ واش قديم ولا يلاه عندك هذا المشكل ديال الحبال الصوتية؟ لا شي 7 شهور دابا. 7 شهور ما حيدتش هذا المشكل هذا؟ صحيتش ما عرفتش انا مشيت واخا مشيتي عند الطبيبة عزيزة؟ مشيت عند الطبيبة قال لي بلي راهما يا الترخاو ومتاعبين. اوكي عطاك شي دواء؟ عطاني الدار البيضاء عند واحد الدكتور عطاني الدواء. اها وشنو؟ الدواء ديال الحساسيه، الدواء ديال المعده، الدواء وشربتهم دكتور والو ما كاين حتى شي نتيجه. ولكن الدكتور الثاني قال لي بلي الدكتور الاول قال لي الاحبال عندك خدامين غير هما منفعبين. الدكتور الثاني قال لي الاحبال واحد بقى خدام وواحد ما بقاش خدام. فشوف شوف هذه الحاله هذه اختي، هذه الحاله واخا في المساعده مثلا في المسائل اللي هي طبيعيه يمكن تاخذي العسل بالشهده ديالو وكتقطعي شويه من ديك الشهده بالعسل وكتمضغيها بحال كتمضغي المسكه، فهو كيعاون هذيك الشهده مع ذاك العسل كتعاون علاش كتعطينا واحد المرونه الاحبال الصوتيه. غير هو هنا دابا 6 شهور او 7 شهور فهي مده طويله. فانا كنصحك انك تشوفي طبيب مروض للصوت النوختوفونيست كيتسمى مروض الصوت، طبيب مروض الصوت كيدير الترويض على الصوت النوختوفونيست. هاد النوع هذا ديال الاخصائي كيعاون هادوك الحبال الصوتيه مثلا حتى الا كان شي حبل صوتي ترخى كيعاونوا باش كيعاود يرجع للحيويه ديالو، يعني بحال كيدير ليه واحد الرياضه ديال الصوت. فهاد النوع هذا كنصحك به، وكنصحك كذلك انك تشوفي طبيب مختص في الانف والاذن والحنجره، يعني تغيري ذاك الطبيب ديالك فهمتي، لان راي اخر لان هاد المساله هذه ما خصكيش اختي يعني فوالا ما خصكيش تستهوني بها، وخاص هاد المساله هذه خصها تعالج ان شاء الله. ولكن جوج ديال الاخصائيين هما اللي غادي يعاونوك وهما ان شاء الله اللي غيلقاو معك الحل. الله يجيب شفاء عزيزه. سعيد معنا من الدار البيضاء، السلام عليكم. عليكم. لاباس عليك سي سعيد؟ لاباس الاخت بخير. لاباس الله يبارك فيك سيدي مرحبا. عندي واحد السؤال الدكتور عماد. كي داير الدكتور عماد؟ الحمد لله الله يبارك فيك علينا وعليك بالصحه والعافيه. دكتور عماد انايا كنت مشيت عند الطبيبه وعطاتني ندير التحاليل ودرت ديك التحاليل وخرجت لي في لاكوت الحليلة الأولى 71، الحليلة الثانية 72، الحليلة الثالثة 77، يعني غادي وكيتزاد. أييه. مهما أنير ما كناكلش اللحم نهائيا. وعطاتك الدواء؟ عطاتني واحد الدواء. دواء سنشر بير حبة في النهار. أييه عرفت. وما عرفت أنا يا الدكتور كيفاش أنا قطع اللحم وقطع جميع المسائل اللي هي فيها الدسوم وداك الشيء، وكيفاش كيطلع عندي هاد لاغوت اللي وصل 77، يعني ثلاثه التحليلات غادا وكتزاد. فهذا مساله في بعض الحالات كتكون عندنا امور اللي كتكون عضويه كيكون شي خلل في ذاك الميتابوليزم، ذاك التفاعلات اللي كتكون عندنا في الدات ديالنا ياك، ما كتكونش كتشتغل بواحد الطريقه منتظمه، فهنا ما كيكونش ذاك التوازن ديال السكر او لي كاربويدغات ما بين السكر بروتينات ودهنيات، كيكون واحد الخلل فيهم في شي بلاصه في هذه المكونات. غير هو بغيت نسولك دابا قلتي دابا التحليلات درتيهم على شحال كل على يعني شحال ديال الوقت بين اول تحليله واخر تحليله؟ كندير شهر يعني 3 شهور. وشحال بديتي الدواء ديالك؟ تقريبا الدواء انايا ملي وصلت عندي 72 ديت الدواء. 72 يعني في التحليله الثانيه. ولكن الدكتور انايا كنشوف بانه كان بحال انا قاطع الجميع هذا وكنا كناكل داك الدلاع. لا الدلاع ما عنده مشكل، البيض كتاخذ البيض؟ البيض كناخذه مره في السيمانه.
ايه وشنو كتاخذ في في اللحم شنو كتاخذ فيها؟ المأكولات ديالي ما كناكلش اللحم لا الدجاج لا اللحم، كناكل بحال غير داك الصلاده، كناكل ديك الشرميله، كناكل داك شي حاجه بحال هكا في اللي خفيفه. واخا الشرميله شنو فيها؟ زيت العود؟ الشرميله كندير فيها زيت العود والبصله ومطيشه. وشحال كدير ديال زيت العود؟ شحال كدير ديال زيت العود؟ كدير لي شي عاشق تقريبا، شي عاشق ديال زيت العود ما كديرش بزاف. فشوف وكندير دكتور عماد كندير داك الدنجال، واش هو مفيد ولا لا؟ لا هادو كلهم مواد مزيانه للصحه، يعني ما عندهاش علاقه بلاكوت، غير هو اللي بغيت نقول لك ان حتى الدواء كياخذ شويه ديال الوقت، ان ماشي دابا غادي ناخذوا الدواء اليوم، وخاصه كنهضروا على هاد الامراض اللي كتكون مزمنه، لان عندك انت مشكل في يعني في التفاعلات اللي عندك في الدس ديالك. فالا خديتي الدواء مثلا مده ديال شهرين فما غاديش يعطي واحد النتيجه في ديك الساعه، لان باش يتقاد لك هاد لو طو هذا ديال لاكوت كيخصنا على الاقل نمشي واحد 6 شهور، اذا 6 موا على الاقل عاد باش كيمكننا نهضروا واش هاد الدواء عطى الفعاليه ولا ما عطاش. فهمتيني كيفاش؟ حيت هادشي كيمشي ببطء، هذا هو علاش. وما تبرزتش راسك يعني بالتحاليل كل مره، شوف انت مع الطبيبه ديالك او الطبيب منين يقول لك دير التحاليل ديرهم، الا قال لك سير مثلا حتى 3 شهور واجي نعاودو نشوفو نكونتروليو، صافي سير 3 شهور وعاود رجع تكونترولي. قول لي الماء كتشرب الماء مزيان؟ قالت لي الطبيبه اشرب الماء مزيان، كتشرب الماء مزيان يا دكتور. ايوا على الاقل خصك تشرب واحد 2 لتر ديال الماء ولا اكثر، 2 لتر ونص ديال الماء صافي، ماشي سائل، لا شي سائل اخر، لا الماء خصنا نشربوا الماء صافي حتى 2 لتر ونص ديال الماء. ففي المساعده ما هو الطبيعي اللي يمكن تساعدك، فدابا هذه الفتره هذه كنعرفوا ان كاين الكبال موجود بزاف، فداك الشعر ديال الكبال داك البيض اللي كيحيد ملي كيجي يحيد الكباله كيلوحوا داك الحرير ديال الكبال كناخذوا منه كنقطعوه كناخذوه طري وكنقطعوه وكناخذوا منه 2 معالق كبار وكنطبخوهم في نص لتر ديال الماء حتى كيطبخ وكيعقد مزيان، وكنوليو كنديروا كنصفيو هذاك المحلول في الثلاجه، وكنوليو كناخذوا نص كاس صغير من هذا المحلول هذا كل صباح على الريق وكنداوموا عليه، فهو كيساعد في اذابه الدهون في الدس ديالنا، وكيساعد حتى الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال لاكوت، والناس اللي عندهم تريغليسيريد، الناس اللي عندهم الكوليسترول. اكيد هذه كتبقى وصفه للمساعده وكتبقى وصفه اللي كترافق العلاج الطبي، وان شاء الله الامور غتكون بخير ان شاء الله. سي سعيد الله يجزيك الشفاء. مرحبا اخي. مرحبا. شكرا لك دكتور عماد ميزهر، عيد مبارك سعيد علينا وعليك بالصحه والعافيه، وتعيدوا ان شاء الله وتعاودوا بالخير والصحه والعافيه يا رب ان شاء الله. نتلاقاو معك الاسبوع المقبل دائما على راديو اصوات. عيد مبارك سعيد لكل مستمعاتنا ومستمعينا، لك ايضا عبد الرحيم حبيش في الاخراج. اما انا مازال غنتلاقى بكم بعد لحظات في حصه جديده من برنامج ليك والاسره، حصه اللي فيها غادي نستقبل اسئله والافكار ديال المستمعات الحادقات، افكار كلها الخاصه بالتاويل والحداقه المنزليه. فمرحبا بكم على اصوات.